ما قالوا أهل الاختصاص والشأن من مسؤولين وحكام ومدربين حول تقنية الفار مع نور الجاموس من دبي وشبكة مراسلين من السعودية. I think that VAR has not only met the expectations but went much better than what we expected. تقنية الفار الكثير من الرأي العام في الشارع الرياضي لا يعرف تفسيرها بالشكل الصحيح. هناك أربع مراحل أو أربع أخطاء في تقنية الفيديو، ولكن كل خطأ تحته تفسير. نقول يعني مثال زي هدف ليس هدف وتحتها تفسيرات. وش التفسيرات اللي تحت الهدف وليس هدف؟ لما تجتاز الكرة قبل أن يسجل هدف، هل لاعب ارتكب خطأ قبل تسجيل هدف، هل لمست يد المهاجم قبل تسجيل هدف؟ هناك تفسيرات كثيرة في هذا الجانب. تقنية الفيديو لا تمنع الأخطاء، الأخطاء موجودة في كرة القدم، وإنما يتقلل من الأخطاء، خصوصا الأخطاء المؤثرة اللي تأثر على سير المباراة. هذه اللي نتمنى أنها ما تكون موجودة في المباريات بما أنه موجود هذه التقنية. يجب اختيار الحكام المناسبين، حكام الفيديو المناسبين أيضا، حكام على مستوى عالي. It made them certainly more just. More just because a referee is a human being. A referee can make mistakes. And if we can help the referee to make less mistakes, then we do something positive for the game. So the games are better thanks to VAR. تقنية الفار دي يلزمها حكام، خاصة تاع الفار يلزم يكونوا حكام نزهاء يعطيوا حق كل الفرق بالسواسي، لأنه لاحظتوا أن نفس الأخطاء تتعادلنا لأن احنا مرة ياخذها بعين الاعتبار الفار ومرة ما ياخذهاش. النقطة الثانية اللي هي فيها مشكلة كبيرة اللي كونوا اللاعبين في حد ذاتهم يلزمهم دراسة، يلزمهم توعية، وقتاش الفار يقف وقتاش الفار ما يقفش، وقتاش معناها عندك الحق تكلم الحكم وقتاش عندك الحق ما تكلموش، لأنه هذوما كل الحاجات هم اللاعبين يجهلوهم. احنا نتمنى حكامنا السعوديين تجيهم الفرصة ويديروا مباريات ويكونوا مسؤولين في حكام الفيديو، وراح نشوف إن شاء الله تألق أفضل من الحكام الأجانب. أخطاء أعتبرها في عالم التحكيم وعالم كرة القدم طبيعية، ولكن عندنا تضخم وتحجم بشكل إلى أن تعدى التعصب. في أول سنة ولا في ثاني سنة خلينا نقول الفار ينجح ولا ما ينجحش، هذا يزبك برشا برشا وقت باش ينجم نحكم عليه. أول شيء هي نزاعة الحكام في حد ذاتهم، لأنه وقت نجيبوا حكام بالصف الثاني في بلدانهم أنا نشوف الحكم السعودي يكون أفضل، الحكم السعودي يعطي كل حق حقه، الحكم السعودي وقت اللي يزفر في مقابلة ما يكونش عنده ما يلام أي طرف، تكون المقابلة معناها ماشية في ظروف عادية. أحيانا الأخطاء كما هي أخطاء في الملعب بتقدير حكم، أحيانا يكون التقني اللي في مع الحكام المساعدين مساعد الفيديو يكون لا يجيب اللقطة بالشكل الصحيح، أو ما المخ لأن لهم خط لاين محدد في التلفزيون. أعتقد أنه هنا المشكلة اللي دائما تحصل في بعض اللقطات. We'll continue. It will become better and better. We'll work on the timing to make the decision time span much shorter.